صفة الصلاة نمنا يا المسلم قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة التي تقدمت معنا أنت أو مسلم قبل كصالي أنا فا أتكليز شرط الصلاه صلاة بوكم بتمزقم النظر دائما يكون إلى موضع السجود أنت أنا فا كوانجليا سهيم سجود التفات اليسير في الصلاة مكروه

أنا فاكوشة في قنافي دولي في مشكاة حذو الأذنين أو المنكبين زي سامبان بانا ميلي أو ما ميلي. لا يفرج. ولا حفايك وفركانيشا في دولي ولا يمس شحمة الأذنين ولا كلشيك نامز مسكي ميلي. حذو الأذنين أو المنكبين أي إذا عندي سامبان بانا ماسكيو أو نما الله أكبر كيشا انا الله اكبر. ثم يضع باطن كفه اليمنى على هنا على هذا المفصل هكذا وضعا على صدره. كيشا اويكي ما تومبو لا لا مكونوكي وكوليي ويكونوكو شوتو. او يقبض قبضا هكذا. او افونجا نمنهيو. لا يصنع هكذا. اسيفاني نمنهيو. او يصنع هكذا. ولا اسيفاني نمنهيو. او على قلبه. ولا اسيفاني كاتكامويوكا. او على خاصرتي أو هكذا ولا كفان نمنا هيو بيا أمتو هفاي نعم دون تكلف يضع اليدين هكذا بي لم تكو جتابيشا أي كتوم ميكونو نمنا يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح ني سنة أمتو دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دعاء نيو نهيو أمبو شيخ أمي أو غير هذا من الأدعى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كيشا أصمي سورة الفاتحة يوتي آمين أنا أسمى آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كيشا أصمي سورة سنة أصمي سورة يوتي لم يكن بأن أعيزة حتى كما نقول هو الله آية ونسنة. فأكثر آية موجة أو زيدي. ثم يقول الله أكبر كيشا أسمي الله أكبر ويركع نأركو يجعل الظهر مع الرأس على استقامة واحدة أجالية كما بكيتشاك نمغنغوك إيوه كتك السيم ليفل يقبض على ركبتيه نأشكلية مغوتيك نمنهيو لا يثني المرفقين نوال أسيات في سجود في مكونو نمنهيو يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا وكاتي أمشكلية نمنهيو أسيم سبحان ربي, الأعلى ربي العظيم مرة يستحب له أن يزيد بما ورد كسرى من السنة صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الآن بين الركوع والرفع مع رفع اليدين سمع الله لمن حمده كيس اقطوك اسمم كيس مموشا وكسما سمي الله المنحمد ربنا ولك الحمد اسم ربنا ولك الحمد يستحب لهم يا زيد لرب الحمد لرب الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا في نسونه كونجزي هاي ومبوكاما الله اكبر كيس اين يكتكسوا يجعل اليدين مظمومه الاصابع تجاه بها للقبله في ليكي <سؤال> لا في في مشكامانا الجبهه والانف على الارض. نا اجي لاوسو نا أرض. مشكامانا باطن اصابع الرجلين على الارض. نا في دولي فاميغو في في لا يضع المرفقين هنا. نا اسيوكي في سجودي فاميكونو نمناهيو في ولا ينضم هكذا في السجود. نا <سؤال> ولا اسي سجودي نمناهيو. ولا يا يا يكون هكذا ولا سيفاني نمنا هيو الرجلين لابد ان تكون هكذا باطن الاصابع على الارض ايه نميغو ينفاق وانا في دوله في بشكمانة على الارض لا يرفع نو يجو او يضع ولا اسيفاني نمنا هيو ولا هكذا ولا سيفاني سبحان ربي الاعلى أو سبحان ربي الأعلى وجوبا مرة واحدة نواجب كسيمة مرة موجة. يستحب أن يزيد بما ورد أو ويستحب أن يدعو سنة كفاني الدعاء والأفضل أن يدعو بما ورد عن النبي صلى صل الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ثم يكبر الله أكبر. كيشا أسمي تكبير يا الله أكبر. يضع اطراف الاصابع عند مبتدا الركبه نهايه الفخذين ينصب اليمنى ويجعل اليسرى على الارض يجلس عليها اه <applause> نا كت كمقو <applause> أمبو كمبا ني أو سماه أو نقول أمبو أو لازن أو كتي يقول ربغ فيلي مرة واحدة وجبا كيشة أسمه ربغ فيلي مراموديا ني واجب كسمه يستحب لهن يزيد ناني سنة كونجزر ربغ فيلي ربغ فيلي ربغ فيلي أو ياتونجزر كسمه ربغ فيلي مرتشات سنة الله أكبر كش اسجود سبحان ربي الاعلى نا اسمي سبحان ربي الاعلى ثم يقوم الله اكبر كش أسمام اسمي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتحه كش اسمي سوره الفاتحه ثم استحب ان يقرا ما تيسر كش اسمي جو جو القران الله اكبر كش افني ركوع سبحان ربي العظيم اسمي سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد. كيشا آرودي ساوى. ربنا ولك الحمد. اسمي ربنا لك الحمد. الله اكبر. كيشا آيندي كاتكاكو سجودو. سبحان ربي الاعلى. اسمي سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. كيشا آرودي. ربي اغفر لي. اسمي ربي اغفر الله اكبر. كيشا آرودي تينا كاتكاكو سجودو. سبحان ربي الاعلى. اسمي سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. كيشا آرودي كاو. التحيات لله والصلوات والطيبات كش الدعاء السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد هذا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم يقوم وهنا يقول الله أكبر. صلا او اذا كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر كما صلاه إن ركع بيلي كما كما بيلي صلاة الفجر يستحب له ان يقول اللهم اني أعوذ بك من عذاب جهنم بس نسونك وصمه هي الدعاء وعذاب القبر عندليك وصمه ومن فتنة المحيا والممات عندليك وصمه هي الدعاء ومن شر فتنة المسيح الدجال نا عندليك وصمه هي الدعاء ويدعو بما ورد وهو الأفضل نا أوم بك والدعاء أبوك وأمك ثبتكم تومي صلى الله عليه وسلم نايو ليوبر الزايد ثم يسلم برأسه فقط كيشا أبيع السلام وكي السلام عليكم ورحمة الله أسمي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا, السلام عليكم ورحمة الله لا يرفع هكذا رأسه ولا هكنا كجزاك من ولا يسلم هكذا السلام عليكم السلام عليكم ولا بعض الناس يسلم هكذا لا برأسه إلى أقصى اليمين وبرأسه إلى أقصى الشمال wengine wanaenda kufanya kichwa hivyo wanaenda paka mwisho wa upande wa kulia na upande wa kushoto as-salaa jalasat as-salaa kullaha ala hadhihi as-sifa na mtu anapokuwa anafaa anaketi an katika sala anafaa kukaa katika kikao hicho ambacho kwamba tunakiona sahihi illa idha kanat as-salaa thulathiyya aw ruba'iyya yatawarrak hakadha isipokuwa sala ni kama ya raka 4 au raka 3 anafaa kuketi namna hiyo wallahu a'lam na allah ndiye ambaye kwamba ni mjuzi zaidi